زون ميكس. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى الخمسة بتاع عشية، ومازلنا نحكيو على مقابلة القمة، مقابلة الكلاسيكو بين الإتوال والكلوب، انتهت بالتعادل 1-1. مردود الحكم وليد جريدي أثار عديد التساؤلات في بخصوص عديد اللقطات. معنا الحكم الدولي السابق عادل زهمول، ناخذ من عنده أكثر تقييم حول مردود الحكم وليد جريدي في المقابلة هذه. سعاد لشنو أحوالك؟ أهلا بيك، أهلا بمستمعي. شنو الأمور؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دونك سعاد، لو كان تحكي لنا انت اكثر على اهم اللقطات اللي اثرت جدل بخصوص الحكم وليد الجريدي، في البدايه حنسالك تقييم عام المردود وكيف شفت وليد اليوم. يمكن تو انت معناها البريزونطاسيون كانه يقول لي الاربيتر ما مشاش. لا ما قلت اللقطات اثروا عديد اللقطات استفهام، لعبت تحكي عديد اللقطات صحيح غلط انت تقول لنا. اي هما البريس كراو، شوف رسام كلهم راهم دي فوت معناها اللي فيوس التيران، معناها ما فماش لي فوت غراف اللي باش تقلب ريزولتا نتاع ماتش ولا دي بينالتي، ولا معناها دي ديسيزيون اك لي تاخذ بها قرار حاسم، ما فماش. فما الكلهم فيوس التيران، واكثر حاجه فهمني معناها الاوراق الصفر معناها اللي صار اكاهو، معناها بخلاف هذا الكل ما ريناش معناها حاجه كبيره، معناها راهو في قرارات الحكم معناها حاجه تخلي الواحد يولي متقلق على التحكيم ولا على سير المباراه بصفه عامه في الماتش. كي ندخلوا توا في لي ديتاي، معاك باش ندخلوا توا في لي ديتاي، معناها باش انا بالنسبه ليا الورقه حمراء، معناها الدوزيام افيرتيسمون بالنسبه للزوادي كان تيري بار لي شوفو، معناها ما كانش مستحق. لكن بار كونتر فما اوراق اخرين كيما بن يحيى، فهمني كان ينجم ياخذ الورقه الصفراء نتاعو الثانيه، فما معناها اخذون جينيرال. شوف احنا باش نقيموا ماتش ان جران ماتش، مانيش معناها باش نحكيو على ماتش فهمني عادي، ان جران ماتش بالحق، معناها شفنا مستوى كبير نتاع 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 كوره وانجو كبير برشا. الور سي توليري انه باش يصيروا معناها غلطات صغار، لكن الغلطات هذوما ما اثروش على النتيجه. وشوف في ماتش كيما هذا وتلفزي، معناها يظل لي في شافوه برشا عباد، معناها حتى البرة وتشوف معناها مان كورونت كيما هذيك، وتشوفك الفوضى اللي تم على المان كورونت، يظل لي هذايا راهو ما يخليش حتى الحكم يدير مباراة نتاعو معناها بالكيفية اللي يلزم يكون، معناها الظروف اللي لازم تكون فيها. صحيح معناها الحكم كان دمه بارد برشا، لكن الله غالب ما نعرفش، انا التنظيم هو اللي تحكي مستوى. سعاد حسب ما فهمت من كلامك، خلينا نحكيو في اللقطات الفنيه ساعه. فما البطاقه الحمراء نتاع زهير الزويدي ما كانتش مستحقه بالنسبه لي انا، وسام يحيى كان يستحق الاقصى، كان بيان سور في لقطه كان يستحق الاقصى. بالنسبه للهدف اللي وقع الغاء للنادي الافريقي، شنو رايك فيه؟ فوالا فهمني ديما باش نعاود، انا عمري ما نجم ناخذ القرار بتاعي لما تتعاود معناها برشا مرات قدامي. انا واحد من الناس بالنسبه للهدف حتى نتاع ليتوال عندي فيه كلك دوت، لكن تعرف اللي الكاميرا وال ما نجمش ناخذ حتى قرار في الا ما نعاود نشوف بوكو دو فوا. انا شفت قناه الكاس ولا يقولوا الكره كان جايه من محمد امين بن عمر من الادفرسير، معناه سي با ولا ما نجمش تحكم. ما نجمش نحكم انا الا ما نعاود معناها نشوف مليح، معناها ما نجمش نحكم، ما نجمش ناخذ قرار. لكن انا نقول لك انا معناها في الاجمال كان تحكيم راهو عادي، راهو معناها عادي على الاخر، وتحكيم ما نقولش يرتقي انه يكون ممتاز، لكن انا قلت لك معناها كي تحطه في الظروف اللي عاشها معناها الماتش، يظل لي معناها عدى ماتش باهية. قداش تعطيها لعشرة؟
يا خو ثمانية وليد الجديد وراو برمي لي ميور اللي عندنا، لكن النصيحة للملاعبية اللي بعد الماتش معناها اللي قاعدة تفني تناقش في الحكم، ما نصورش كان تتعدى لهم وقت اللي يكون ماتش في الكوب دافريك. واضح، يعطيك الصحة سي عادل على كل هذه التفاصيل الفنية بخصوص الحكم وليد الجريدي، شكرا لك. دونك نمشيو فصل موسيقي قصير وبعد نمشيو ناخذوا زميلنا حاتم بن يمنى في حق رد على الكلام اللي قاله خليفة جبالي في الحلقة الأسبوع الماضي.